مصري. يعني اتدرب شوية رياضة. ستريتش. اتمطى. اوكي. اتمطى. يلا. اوكي. اوكي هون. اوكي. كله كويس. طيب فالان. اوكي. الان بدنا طبعا نحن نمنا الان. كويس اني قلت الان بل لان ما قلت فالان انا فالان من ناس كتير. يلا كل واحد يقف. ناري ناري. يلا. يلا وقفوا. وقفوا هلا نحن وقفوا. يلا. 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 وقفوا حلوة. يلا. تبع خير. Yes. Very nice. Are they going to do something with this song a little later? Of course. Are they going to design a task with the song? Yeah, yeah, yeah. I'm asking seriously. Are they going to do something with the song later? No, we can. No, just this is the. We'll discuss the listening comprehension. Okay. All right. Yes. Using the song. No, just warm them up. Then we'll go the strategies. Yeah. Of listening comprehension. Good, yeah. Good. So. Yeah. ايوه شوف على خارج الباب. نعم يلا بالهندي ده بالهندي لا ده بالهندي في اجمل فيديو كليب شفته مش فعلا من اجمل فيديو كليب المعموله بالعربي هو بس بص حبيبي ده حبيبي ده المستشار هشام عباس
قبل حوالي 4 سنوات انا كنت عملت هذا الفيديو في الصف مع طلابي، تكلمت عنه. انا شفته، انا من المغرمين المغرومين جدا بهذا الفيديو، لانه الطريقه اللي هو معمول فيها، وبعدين عمليه التكامل الثقافي، نلاحظ الايقاع والغناء طالع بالعربي والهندي بنفس الوقت، في عمليه فيوجن رائعه جميله. وهذا عم يحدث ايضا، لا يمكن ان نغفل نقول هاي العربي، في اغاني كثيره عم تطلع الان بالعربي والاسباني والعربي والهندي او بالعربي، يعني هذا عمليه انه كمان اشاره الى غنى اللغه العربيه، من اللغه والثقافه والموسيقى العربيه والانفتاح، وفعلا شيء رائع جدا. فانا عرضته بالصف وتكلمنا عنه، وتكلمنا عن هشام عباس وانتهى الموضوع. وبنهايه السمستر كان في الطلاب عندهم حفله مواهب، فطلاب الصف يعني راحوا عملوا فيديو، صوروا نفسهم، راحوا هم صوروا، عملوا مثل هشام عباس ولبسوا تماما، لبسوا ملابس هنديه وراحوا لجامعه تكساس وصوروا نفسهم، عملوا الاغنيه كامله وملابس وحبيبي ده وشيء، وبعدين طالعه هي على الكرسي، شيء مضحك جدا، كان جميل جدا. انتوا مش عارفين اللي بيغني هو عمرو دياب مش كده؟ لا، هشام عباس. والله هشام عباس. واحدة من أجمل فعلا الفيديو كليبس، يعني طبعا في فيديو كليبس هذا معمول، لو خاصة لو تشوفوه بالصورة الكويسة يعني. لو كان. وبعدين في حتى يعني هذا تكلف أيضا مبلغ غالي جدا، بس معمول بشكل جميل. يعني معلم يعني حبيت موز بحليب وأغيب وبعد بيته تفاحتين بصير؟ كله كويس. فموضوع يعني عم نتكلم عن الثقافة، وعم نتكلم أيضا نلاحظوا، أنا حاسس إن إحنا نعسنا شوي، فقلنا نعمل شيء حتى نحرك الوضع. امبارح رحنا للمتحف والعرض العربي كان عن الجمال والإيمان، يعني كان واضح كيف كان الارتباط بالحضارات والدول، يعني فيديو مثل هذا ممكن ثقافي جديد، كان ثقافي من زمان، هذا ثقافي ولكن يعني في الحقيقة لما المتاحف تكتب مواضيع يعني متعلقة بالتاريخ العربي أو الإسلامي، فهي كلها مرتبطة، فالمتحف يعني شاهد. وهشام عباس شاهد قديم، هذاك شاهد قديم، هذا شاهد قديم، عم نربط. مهم إحنا ما نكونش ما شافش حاجة، مهم ما نكونش شاهد ما شافش حاجة بكل هذا الموضوع، أوكي؟ إحنا لازم نكون شاهد شاف كل حاجة، مش كده؟ أوكي. طيب، جميل جدا. طيب نحن ما زلنا ان شاء الله نتذكر الاشياء اللي تكلمنا عنها امس بالنسبه لتدريس تدريس القراءه، صح؟ امس تكلمنا عن خطوات تدريس القراءه. طيب الان قبل ان ندخل باي شيء، انا اريد ان ادخل بالموضوع على طول. سننقسم الى مجموعات من اثنين، مجموعات جديدة، حركوا، روحوا لزميلة جديدة اثنين. أوكي، أريد نجلس مع بعض في مجموعات الاثنين. أجيب لك الأغاني بتاعتي اللي أنا بحبها، يعني بكرة نانسي أليسا عصريتها بالسلامة. أوكي، اثنين نيت في مجموعات الاثنين، مش معرض الاستماع، هذا اللي عم بعمله. اوكي، في مجموعات الاثنين المهمة هي التالية. ستستمعون شباب. حرام عليك. شباب صبايا. تبي تدوري على رفيق؟ ها؟ أوكي تيجي معه. أويا. كنت تمزح. أوكي. أنت ما عرفتش إنه هذا هشام عباس؟ لا انا كنت افتكر ان اللي بيغني كان اسمه دوت شباب. اوكي يلا الثاني المصري عمرو دياب. خلاص ما كنتش تمزح؟ لا مش انا كنت ما بعرف المغني، انا كنت فاكر ان هو كان عمرو دياب. سنستمع الان الى جزء حوالي 4 دقائق من مقابلة مع الدكتور هشام شرابي، ماده اصليه، ماده ماخوذه من برنامج. طلب منكم انه انتم عم تستخدموا هذه الاعداد نشاط للصف،
سأعطيكم نص استماع بناء على الأشياء اللي تعلمناها مبارح من أو تكلمنا عنها بمهارة القراءة وهي تقترب كثيرا. أريد أن تفكرا مع بعض في كيف سندرس هذا النص. عندنا نص استماع سيكون عندنا 50 دقيقة ماشي؟ وسيكون عندنا 50 دقيقة للتدريس هذا. فأريد منكم أن تفكروا في كيف سنعمل التهيئة، ما هي الخطوات في عملية الاستماع ماشي؟ فممكن الآن عندما هو يتكلم ممكن تأخذوا بعض الملاحظات وبعدين حيصير في المناقشة. فأريد منكم كما فعلنا بالأمس مع نص الحكومة الأردنية سنفعل نفس الشيء مع هذا النص ماشي؟ ممكن ثلاثة بصير ثلاثة نعم نحن نتكلم مع بعضنا؟ نعم ممكن الثالوث المقدس نحن الآن في زيارة خاصة إلى المفكر العربي دكتور هشام الشرابي. أهلا وسهلا بك، حيث هذا اللقاء نجري عن العالم الداخلي في حياتك. نريد أن نتعرف إلى حياتك هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، كيف تعيش حيث تدرس مادة الفكر الأوروبي بجامعة جورج تاون، ماذا عن تلامذتك عن زملائك؟ فقط عفوا نمقل أنه التوقع هنا أنه هذا النص سيعمل في نهاية السنة الأولى، يعني الطلاب هم مستوى المتوسط الأدنى إلى المتوسط الأوسط في هذه المرحلة نهاية السنة الأولى في جامعة تكساس، يعني هذا يعني الطلاب في هذا المستوى ممكن يعني نتكلم عن المستوى المتوسط الأدنى إلى الأوسط. أهلا وسهلا بك، حيث هذا اللقاء نجري عن العالم الداخلي في حياتك. نريد أن نتعرف إلى حياتك هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، كيف تعيش حيث تدرس مادة الفكر الأوروبي بجامعة جورج تاون، ماذا عن تلامذتك عن زملائك عن هذه التفاصيل التي تقدم لنا صورة أخرى عن شخصية المفكرة؟ أنا أقضي معظم وقتي في واشنطن في التدريس، يعني حوالي 6 أشهر من العام من وقتي ينصب في عملي الجامعي، والنصف الآخر في الكتابات الخاصة والسفر والاجتماعات في الوطن العربي وأيضا في المهاجر التي يقتلها عرب وفلسطينيون. في الجامعة أدرس مرتين في الأسبوع، يعني سيمينارين الأربعاء والخميس بعد الظهر في موضوع الفكر الأوروبي الحديث القرن 19 الفصل الأول القرن 20 ومواضيع مبنية على نصوص. معظم طلابي أمريكيين، نادرا ما يكون طالب عربي في هذا الموضوع. وماذا عن الزملاء؟ عندنا في جورج تاون مركز الدراسات العربية المعاصرة، وهو أهم مركز لدراسات المشرق العربي في الولايات المتحدة ويمكن في الغرب. أنا مرتبط فيهم إداريا معنويا، مع أن لا أدرس في المركز، إنما زملائي مثلا حليم بركات، مثل إبراهيم عويس، مثل فيل فندي اللي هو مصري، وآخرون أمريكيون
الأمريكيات. كيف تعيش داخل البيت؟ أعطنا أوصف لنا يوما داخل بيتك حينما تكون في الإجازة مثلا. أنا في البيت أفضل وحيدا الآن. ابنتي ليلى تعمل في نيويورك وزوجتي توفت منذ أشهر بسبب سرطان الرئة. عندي كلب صغير اسمه هنري أهدتني زوجتي من حوالي 8 سنوات على عيد ميلادي. فعندي مجال واسع للقراءة والعمل وأيضا لزيارة الأصدقاء. ماذا تفعل في الليل حينما يكون هناك ثمة فراغ؟ هل تذهب لمشاهدة مسرحية أو السينما مثلا؟ أذهب إلى السينما وأنا أعشق السينما الأفلام. عادة يوم السبت بعد الظهر، وهذه عادة كانت عندنا في جامعة. عندما كنت في الجامعة في بيروت كنا ننزل السبت بعد الظهر إلى سينما الرأسي أو الأمبير بساحة البرج ونشاهد الأفلام الأمريكية والأوروبية، ولا زلت أفعل نفس الشيء. قبل أن نبدأ في الكلام، لماذا اخترت أنا هذا النص؟ اخترته للتدريس مع طلابي أو شهري، ما الذي يبرر لي؟ اللغة واضحة وصريحة، والموضوعات مألوفة بين تماما، يعني موضوعات مثل ما قلت هي الحياة اليومية الشخصية تماما. المفردات يعني بتحس شوي وبصدق انه معمول خصوصي للكتاب. تمام. تمام. فيديو اصلي. هو فيديو اصلي. هو كانه مركب فيديو اصلي ولا نحن عند هشام شراب؟ هو درس الكتاب بشكل يعني انه مثلا هو يحكي ببطء. لا هذا هو هو هذه مقابلة هو عم يحكي ببطء لأنه ما بيعرفش يعني العربي. شخص صار له 40 سنة عم بيفكر وعم بيترجم. هو شخص صار له 40 سنة 50 سنة الله يرحمه هو توفى عايش بأمريكا، فهو قاعد عم بيفكر وعم بي عم بي عم بي عم يطلع الكلام لأنه بتعود أستاذ بجامعة جورج تاون بيحكي إنجليزي كل الوقت بيحكي بالعامية الفلسطينية أكيد، ولكن أنا عم بحاول أتكلم بالفصحى ولاحظوا من استخدامه الكلام أنا أقتل في مدينة، هذه أيضا كلمة. ولكن هذا كان هذا من برنامج اسمه هذا هو من تلفزيون MBC. ففي مقابلة في حوالي 40 مقابلة، فهذه المقابلة كان مع الدكتور هشام شرف. المقابلة كلها حوالي 45 دقيقة، أنا أخذت منها 4 دقائق وأخذت الأشياء اللي هي تماما يعني كأنه متركب تركيب. هو الملاحظة بقى يعني إعادة صياغة الرد هنا إن مش كأنه متركب على اللي احنا بندرسه ده، احنا بندرس عشان نوصل الطالب انه يفهم ده، يعني عايز نوصلها من ناحية ان التدريس القائم على وفي الذهن اللغة كما يستعملها اهلها هيوصل الطالب الى وكأن يعني مش احنا جايبين الشارع يتكلم زي الطالب اللي عندنا ده، احنا بخلين الطالب اللي عندنا يفهم اللغة. وده بس كنت عايز اعيد صياغتها. فالان طبعا بالنسبه لي يعني اول شيء اريد ان اقول انه هو صعوبه الحصول على مواد الاستماع. طبعا الان الموضوع اصبح اسهل بكثير، يعني تصوروا لو كنتوا انتوا اساتذه يعني انتوا محظوظين انتوا عم تدرسوا عربي الان. لو كنتوا قبل 20 سنه لما كنا ندور بالسراج والفتيلي على ماده، الان يوتيوب يعني هذه نعمه من نعم الله على عباده المتعلمين اللغه العربيه المعلمين والمتعلمين. فالان في كثير برامج اللي ممكن تدوروا على هذه الاشياء. فبرجع هنا لموضوع انه طبعا كان بامكاني انا فبرك نص صور انه شيء هم عم يستمعوا لواحد اسمه هشام شرابي اللي هو في طليعه المثقفين العرب سامعينه وقاعدين عم يحكوا. انا وهذا يعني بنهايه السنه الاولى عم بتكلم، بنهايه السنه الاولى لك انا استمعت الفيديو هذا مدته حوالي 4 دقائق يعني، وهذا انعطى وانعطى هذا النص بنهايه السنه الاولى. فجميل. فالان انتم بامكانكم تدوروا يعني مثل ما قلنا في امكان يعني اقتل. مش احنا عملنا اقتل. الشيء الممتع جدا انه بالاسئله الطلاب لما سمعوا هالفيديو لما سالناهم ماذا عرفنا عن الدكتور هشام شرابي
كلهم كتبوا هو يسكن في مدينة واشنطن، هو يسكن وحيدا. من أقطن، أقطن كلمة أخذوها من السياق. كلهم لما قلنا ماذا عرفنا هو يسكن في مدينة واشنطن وهو يسكن في كذا. بعدين هو قال أنا أعشق السينما، عرفوش من أعشق. أنا أحب السينما. ليه؟ قوة السياق. أوكي. الآن أريد منكم تفكروا، أوكي عندنا هذا النص، خلينا نفكر به كيف نسأل ندرس كما فعلنا أمس بالنسبة للقراءة. هيا. ممتاز ممتاز ممتاز. انت عارف في الطلاب المتقدمين اللي بيدرسوا نصوص كلاسيكيه كنا وصلنا، كنا ندرس الكتاب في الجزء الثالث الشعر، الشعر العربي، وجبت نص لطه حسين من حديث الأربعاء بيتكلم عن الشعر الجاهلي، والطلبه كانوا حسوا كان طه حسين بيتكلم معاهم بلغتهم وطه حسين نفسه. لو كنا بنناقش طه حسين ورايه في الشعر الجاهلي والروايه وتشكيكه في